الحمد لله سولت على الحالات او نقولوا الخسائر البشريه. الحمد لله ما كان حتى شي حالات، كان مع 3 الركاب الحمد لله نجاوبوا باعجوبه، في حال بان السياره التابعه لشركتي تعرضت لخسائر ماديه جد جسيمه، يعني السياره مشات بعض الله مشات الله في راي. نعم، السلام عليكم، معكم نجيب سجيني، مسير شركه سجيني كار اثناء يعني صاحبها. اخوانا انا وقع لي واحد المشكل، ان واحد الزبون تقدم ليا في شهر 4 2021، يعني نهار 2 4 2021، لاستئجار واحد السياره من عندي من الوكاله ديالي. بعد ما انا طلعت له على السياره في الحاله الميكانيكيه ديالها والتجهيزات، الحمد لله كان السياره في يعني في صالحه للغايه، واتفقنا على جميع الشروط، وهو ايضا الزبون طلع على يعني جميع الوثائق السياره ونوعيه التامين، يعني العمليه تمت في احسن ما يرام. الا بان يعني بعد 3 ايام يعني 4 2 كنت تفاجات، عيط لي هذا الزبون مع 1:30 ديال الليل، تيقول لي بانه ارتكب على واحد حادثه السير على مستوى طريق السيار في اتجاه وجده. الحمد لله سولت على الحالات او نقولوا الخسائر البشريه، الحمد لله ما كان حتى شي حالات، كان مع 3 الركاب الحمد لله نجاوبوا باعجوبه، في حال بان السياره التابعه لشركتي تعرضت لخسائر ماديه جد جسيمه، يعني السياره مشات بعض الله مشات الله في راي. نعم، من بعد يعني بعد غد ان شاء الله انتقلت الى الدرك الملك للتوريد، درت المحضر ديالي، الامور دازت على ما يرام، كلفت خبير باش يعاين لي الخسائر ديال السياره ديالي، يعني الخسائر كان فادحه، يعني تمت يعني الخبره الحمد لله، الطوموبيل مشات تباعت بلا في راي ب 19000 درهم. الوكاله ديالنا دائما كان كتتصل بالزبون باش يدير معنا على الاقل يعني التعويض عن الضرر عن السياره، لم يستجب. اذا كان عندنا الحل ديالنا هو الواحد، وهو نتوجهوا للقضاء. اذا حنا القانون المغربي بالنسبه لوكاله كراء السيارات في المغرب، هذا هو المشكل اللي تنعانيو منه، ما عندناش شي قانون اللي تيحمينا او اللي تيفرض علينا يعني نشدوا ضمانات ممنوع علينا قانونيا. لا لا لا، هذيك الشاكات بالنسبه للضمانات حنا ما تناخذوهمش وغير قانونيين. وهذه الحاله كتبرها لكم بان السجل استاجر عندنا السياره، اعطيناه يعني السياره ما كاين لا شكل حتى شي حاجه، ما عندك اصلا. هذه الحاله ديال الشيكات غير قانونيين، وحتى القانون يعني المغربي في هذه الحاله في هذا الشق حنا مازال في المطالب ديالنا، ما بغاش ينصفونا باش على الاقل يديروا واحد الصيغه قانونيه بيننا وبين الزبائن. من بعد هذا الزبون يعني امتنع عن تعويض يعني الضرر ديال السياره المملوكه من طرف الشركه، اذا كان عندنا امل واحد هو كنقول القضاء. اذا جهزنا القضيه كامله من محاضر الضابطه القضائيه وجميع المستندات وجميع يعني الخبره التي يعني كلفتنا خبير محلب لدى المحاكم باش يدير لنا خبره على السياره، اتجهنا للقضاء على مستوى المحكمه الابتدائيه. يعني مرينا باشواط لكي على الاقل نجبدوا الضرر ديالنا والتعويض عن الضرر، لكن نتفاجأ بالحكم الابتدائي ورفض الطلب. لماذا رفض الطلب من طرف قاضي ابتدائي؟ لماذا؟ يقول بانه هناك قوه قاهره بانفجار العجله، ولكن هذا منافي تماما لمحضر الضابطه القضائيه، لان في الضابطه المحضر الضابطه القضائيه الذي عاينوا الحادثه على المستوى يعني النقطه التي وقعت فيها الحادثه، يقول بان السياره في المحضر يعني تحتوي على 4 عجلات مطاطه ذات حروف بارزه يعني جداد وعجله احتياطيه. اذا ويقول في المحضر بان هذه العجله التي انفجرت على المستوى يعني الوصول الامامي من جراء الحادثه، كيف يلقى للقاضي ان يقول بان قوه قاهره يعني هذه التي ارتكبت يعني ارتكب الزبون الحادثه بفعل انفجار العجله، ولكن في المحضر ديال الضابطه القضائيه الذي عاينت مباشره الحادثه يقول هذه العجله انفجرت من جراء الحادثه. ارتئينا بعد ذلك ان ندوز الى الحكم الاستئنافي، المحكمه الاستئنافيه طالبا ان يعني نجيبوا الضرر يعني التعويض ديالنا. عينا عاوتاني يعني اش نقول لك، درنا محضر ودرنا دعوه عاوتاني في المحكمه الاستئناف، مرنا يعني في الجلسه الاولى الزبون ما حضرش معنا. اذا القاضي الاستئنافي اعتبر بان القضيه جاهزه للحكم، نتفاجأ بالحكم يعني القاضي الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي. لماذا؟ لا أعرف. وهناك بعض الأمور في المحاضر، لو القضاة قرأوا المحاضر بمعاينة، هناك بعض الشهود اللي كانوا يعني الركاب في السيارة يقولون
أعطيك مثال واحد منهم، يقول أنا كنت في نوم عميق والسائق يحترم جميع الإشارات والسرعة، أنت في نوم عميق كيف تحترم؟ نزيدك واحد المثال، هما في التعويض عن أشخاص من شركة التأمين ديالي دفعوا باش يتعوضوا، والنيابة العامة ديال التوريث متابعة يعني الزبون ديالي كمتهم، كيف في التعويض يتبعوك متهم والمتسبب في الحادثة وأنا رفضوا لي بأنهم يعني حكم القوة القاهرة، وهذا منافي تماما للمحضر الضابطة القضائية، يقول بأن هناك يعني انفجار بالقوة القاهرة، وفي حين كما قلت لكم بأن المحضر واضح في جميع يعني الفقرات ديالو بأن السيارة تحتوي على تجهيزات زيت ممتازة، 4 مطاطات ذات حروف بارزة، المطاطة يعني اللي كيقول لكم منفجرة ذات حروف بارزة حالة جيدة، ولكن خلافا على ذلك أن الزبون جاء عندي أنا مدني، أنا جاء عندي الوكالة استأجرت له السيارة، سلمته في حالة ميكانيكية وقلبها معي بجميع التجهيزات، يعني في القانون في العقود والالتزامات كما عطيته سلمته له السيارة خصو يردها ليا. إذا نتفاجأ بهذا يعني الحكم الاستنافي الذي يعني الشركة تضررت كثيرا من هذه الحالة، لأن السيارة في يعني في المبلغ ديالها باش شريناها تقريبا 120,000 درهم، بعناها في لافيرة 19,000 درهم، إذا خسارة. لدينا ثقة في القضاء الحمد لله، إذا نناشد من هذا المنابر أن هذه القضية ديالي يعني تفتح من جديد في التحقيق من جديد، لأن شركتي فعلا تضررت من هذه الحادث. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.